السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير على خير. مسلم عليكم سواء في الداخل او في الخارج. فقط يعني خبر صار، الحمد لله لقد تم ادخال الاخ عبد النور بن مولود مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمه. عظيم الشكر لجميع الاخوه والاخوات، وبالخصوص خونا فريد، في ميزان حسناتكم بارك الله فيكم خاوتي، جميع المسلمين جميع الجزائريين اللي تعاطفوا اللي يعاونوا ربي واللي دعاوا ربي يجعلها ميزان حسناتكم. الاخ عبد النور دخلوا السبيطار، يعني كانت مشاكل جمعوا اخواتنا عاونوه، يعني بعثناه للجزائر، لكن كما شفتوا تعبوه شويه وكانت شويه بيروقراطيه، لكن الحمد لله بفضل الله تعالى يعني كانوا رجال، كانوا سبب في مساعدتنا، وربي يجازيهم خير الجزاء وبارك الله فيكم. يعني خلوا خونا رشيد يتكلم شويه وراه يسلم عليكم وراه يدعي لكم، وخاوتي ربي يجازيكم ان شاء الله. والسلام عليكم. السلام عليكم، انا رشيد، انا اللي جبت عبد النور اليوم السبت في الجزائر عندنا صعوبه في المستشفى باش ندخلوا في المستشفى اليوم السبت، ودوكا رانا صبنا الناس الخير عاونونا، وانا دخلناه الثلاثاء الصباح، وبارك الله فيهم كاع المسلمين في لندن كاع العالم، وان شاء الله ندعيو لهم، وبارك الله صاحب المستشفى تاع لوبيتال مصطفى، وبارك الله فيهم كاع تاع لوبيتال مصطفى. هذا هو رانا حلينا المشكل، وندعيو كاع الناس العالم المسلمين، بارك الله فيكم والسلام عليكم. وعليك السلام خويا رشيد، جزاك الله خير رشيد.